بنشوف كتير، واكيد حضرتك برضو بتتابع ده اثناء عمل فضيلتك وعلى صفحتك الرسميه، بعض مقدمي المحتوى بيصوروا ناس فقراء بسيطه غلابه عشان يستعطفوا الناس على الصفحه بتاعتهم، فيبدا برضو الناس تتعاطف معاهم، مش بيراعوا بقى كرامه الناس الفقيره دي، مش بيراعوا الحاله النفسيه، اهم حاجه المشاهدات تزيد، اهم حاجه ياخدوا فلوس كتيره من ورا الفيديو اللي بيستعطفوا بيه الناس. حكم ده ايه؟ شوفي حضرتك، استغلال الناس باي صوره من صور الاستغلال حتى وان كانت لنفعهم حرام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راعى كرامه الانسان حتى وهو فقير. يعني الراجل اللي راح يسال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان على فكره راجل فقير معدم. لما نيجي نقيس حالته على حالة أي واحد في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، هنلاقي أفقر واحد الآن أغنى من الراجل ده. الراجل ده راح يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى، أنت عندك إيه في بيتك؟ قال له عندنا حلس، يعني بطانية كده بننام عليها، وعندنا يعني هي الاشياء ابسط الاشياء خالص خالص خالص، ما فيش عندنا غير كذا وكذا، حاجه بننام فيها، حاجه بننام ونتغطى بيها، يعني وحاجه بناكل فيها. قام قال له طيب، قال له طب هات الحاجات اللي عندك في البيت. وراح بايع البطانيه اللي بينام عليها ده بدرهمين. من يشتري هذا؟ فواحد قال بدرهم، الثاني قال بدرهمين، فباعها بدرهمين. وبعدين عمل ايه؟ قام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اداله درهم وقال له خد هذا الدرهم اشتري به طعاما لاهلك. قال وهذا الدرهم اشتري به قادوم واتني به. يعني ايه قادوم؟ قادوم اللي هو زي الشاكوش كده، زي الفأس الصغيره، حاجه كده. تمام. فقام الراجل راح اشترى طعام له ولزوجته، كلوا، وراح جايب القادوم اللي هو حته الحديده اللي هي بيتركب فيها ايد خشب عشان تستعمل. تمام. وراح بيها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي شد عليها العود الخشب اللي هو الايد بتاعت الشاكوش دي او ايد الفأس الصغيره ده، وقال له خذ هذا واحتطب، يعني روح الجبل واقطع الحطب من الـ من الـ من الـ من الـ من الصحراء من الجبل. من الجبل وجمعه وروح بيعه وما اشوفكش غير بعد 15 يوم. فالراجل راح واخذ الادوم من ايد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وراح يحتطب، فراح في الجبل عمال يقطع الشجر الناشف ويجمعه ويربطه ويروح يبيعه في السوق وكده. فرجع بعد 15 يوم وهو لابس جلابيه جديده وحلوه شكلها جميل وبظهرت عليه النعمه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قابله ففرح بيه. قال له انت عملت ايه؟ قال له انا عملت كذا 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 واشتغلت وبقيت اكسب وبقى معايا فلوس وكده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان حتى مع شده الفقر الإنسان من الممكن أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعمل ويجتهد ولا يركن إلى سؤال الناس. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث إيه؟ لو أنكم توكلون على الله حق توكله، حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. العصافير الصبح المسكينة دي، العصفورة الصغيرة هي المسكينة خالص دي، تلاقي الصبح ويريت نتابع الحكاية دي، الصبح بدري قوي قبل الشمس ما تشرق بحوالي يمكن ربع ساعة، تلاقي العصافير في هياج شديد كله خارج من أوكاره من الشجر ومن وتجري وصوتها عالي قوي، ورايحة تعمل إيه؟ رايحة تبحث عن رزق الله سبحانه وتعالى. شوف العصفورة بتقوم على رزق الله سبحانه وتعالى قبل الشمس ما تشرق، وإحنا بنبقى نايمين للساعة 8 و9 و10، ولما المنبه يضرب نعمل حاجة اسمها غفوة مرتين وتلاتة واربعة وروح متأخرين على الشغل. ليه يا سيدي؟ راحت عليا نومة، وكل يوم راحت عليك نومة، ما تعلمتش من العصفورة الصغيرة المسكينة ده اللي بتقوم قبل شروق الشمس تخرج من بيتها علشان تسعى على رزق الله سبحانه وتعالى. إذا فالأمر من شقين. الأمر الأول، أولا يجب علينا ألا نركن إلى الفقر والحاجة. سيدنا النبي هو صلى الله عليه وسلم علمنا أنه مهما كنا فقراء، يعني هسأل سؤال، في حد الآن فقير بالفعل ما حيتوش غير بطانيه بيتغطى بيها؟ ها؟ في اكتر من كده؟ لا، الفقير الان عنده اشياء. انما الراجل الفقير ده اللي كان على عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش غير بطانيه بيتغطى بيها، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعها له. يعني حضرتك بتقول ما فيش مبرر للفقر. ايوه، اذا اسعى واشتغل. انا مش عايز اقول ما فيش مبرر للفقر موجود، ولكن علينا الا نركن الى الفقر لسؤال الناس. لا،
انت ما دام عندك صحه وتقدر تشتغل اشتغل. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، مهما كنا فقراء لا نسمح لاحد ان يستغل فقرنا وان يعلن فقرنا امام الناس وان يطعن في كرامتنا وان ينال من كرامتنا امام الناس علشان يجمع فلوس ممكن احنا كفقراء ناخذ منها الفتات وياخذ منها الكثير. يعني السعي هي كلمه الحل طبعا، ما تسيبش نفسك كده لسؤال وحاجه الناس. نعم. طيب